في دوك الفيافي كانت تما واحد الحشرة ضعيفة غي كتقيسها كتموت، وكانت بحال العدو ديال الوراق خصوصا الجورنال، كانت كدير فيه بزاف ديال التقابي، وبسببها ولاو أحسن الفقرات عندي مبوزين وناقصين. مازال لحد الآن ما عرفتش السمية ديال ديك الحشرة، ديك الحشرة اللي كانت مشاركة معنا الحياة في الحبس بحال الدبان وصراق الزيت. كان الدبان كيكون كتير في الربيع والخريف، خصوصا في دوك البلايص اللي كنقضيو فيهم حوايجنا. كنا في الصباح كنشوفو الدود كيزحف وكيقلب على شي بلاصة رطبة من التراب الفازق باش يدخل ليها ويبقى فيها قبل ما تحرقو الشمس ديال العشية. وملي كان كيوصل لشي سنتيمات تحت الأرض في واحد الحرارة اللي مزيانة، كان داك الدود كيصنع كوكونا وكيبقى يتحول شوية شوية. وفي الصباح عاود تاني من غير الدبان الكبير والدود، كنت كنشوف ديك الحشرة اللي كتخرج من القشرة ديالها. كانوا دوك الدبيبينات في الوسط ما بين الدود والدبان اللي كيطير، راسها داير بحال شي نقطة كحلة والجسم ديالها بيض، وهزينها شي سيقان رقاق بزاف كيشبهوا الرجلين ديال الدبانة الكبيرة. أما الجناوح ديالها كانوا تاهما غير نقطة كحلة في كل جهة، وكانت ديك الدبانة الكبيرة ما كتوقفش قاع من الحركة بين ما يكبروا جناوحها وتقدر تطير بهم. أنا كنت كنبغي نلعب شوية، وكنخشي صباعي في الماء وكنطلق شي قطرات فوق ديك الدبانة، وفاش كطيح القطرة الثالثة ولا الرابعة كانت الدبانة كتغرق، حيت دوك السيقان الرقاق اللي عندها ما كيبقاوش قادين يهزوها. كانت كتبقى بحال ميتة طايحة وكتجر راسها في الأرض، ولات ديك الدبانة كتزحف بحال الدودة وما كتقدرش تخدم سيقانها حيت القضية صعبت عليها. هاد التراجع اللي وقع لها كيشبه داك التراجع اللي هضروا عليه العلماء ديال النفس في الدراسة ديالهم على الإنسان. في الحبس فين كاين الخوف ديما وقلت الأخبار على ولادنا وحبابنا، وما كاين حتى حاجة كتوفر لنا الراحة، وما كاينش الدفء ديال العائلة اللي كيعطي المعنى لحياتنا، وما عدناش قاع الأمل في أنه ممكن يكون غدا مزيان. هادشي كامل خلى حياتنا مستحيل نتحملوها، هادشي خلى النفسية ديالنا تنهار. كنت كنتمنى كون كانوا عندي شي معلومات في علم النفس باش نقدر نحلل هاد الوضع ونعرف علاش بنادم كيكون كبير وبالغ وكيرجع بحال شي دري صغير. في الأول ديال 1986 كان داك السيد اللي سميتو هدو ديما كان كيخدم في المصالح المرتبطة بالأسرة، يعني في الأمن والمخابرات. جا هاد المسؤول عندنا فين ساكنين باش يقرأ علينا واحد اللائحة فيها السميات ديال شي واحدين في الضباط، وكنت أنا واحد منهم. مور ما سال ديك اللائحة طلب منا ندوشو ونستناو يعيطو علينا باش يطلقو صراحنا. ولكن اللي كان غريب هو أنه ديك اللائحة فيها الأسماء ديال كاع دوك الضباط اللي كانوا عندهم مشاكل وسوابق مع البوليزاريو. جا عمر الحضرمي براسو باش يشوفنا وعطى الأوامر ديالو باش يعطيونا المال الكافي باش ندوشو، وقال لهادوك اللي ما كانوش في اللائحة باللي خاصهم غي صبروا وما يفقدوش الأمل. بقينا كنستناو سيمانة كاملة في واحد الحالة ما بين الفرحة والخوف، ومن بعد جاو قالوا لينا باللي ديك المبادرة فشلات. ما قدرناش نعرفو شنو طرا بالضبط، وسمعنا من بعد باللي كانوا ناويين يطلقوا لشي مساجن، ولكن المغاربة موافقوش في المفاوضة على العدد ديال الأسرى اللي من المفروض يطلقوهم. وكان قال لنا واحد المسؤول الجزائري قبل 1985 قال لنا باللي الجزائر كتقلب على شي صيغة باش تطلق الأسرى، ولكن المسؤولين كانوا مترددين بزاف على النسبة اللي غيركزوا عليها باش يتبادلوا الأسرى. قال لنا بلي ممكن يتبادلوا بربعة ولا خمسة ديال المغاربة مقابل جزائري واحد. كان كيحسب لنا بلي الجزائر باغا تطلق صراحنا، ولكن هو في الحقيقة كانوا كيقلبوا على شي طريقة باش يسلكوا بها الجزائريين اللي حجزوهم المغاربة في أمكالا.
قالوا باللي المغرب شاد في المجموع 150 جزائري، وباش يرجعوهم غيعطيو في بلاصتهم 150 أسير مغربي تشدوا تقريبا كاملين في الحدود حدا مدينة وجدة. وعلى حسب ما دار في ديك الوقيتة كانوا الجزائريين مستعدين يطلقوا 600 مغربي على الأقل باش ياخدوا كاع الأسرى ديالهم، ولكن المغاربة اللي كانوا مكلفين بالمفاوضات ديال التبادل ما كلفوش راسهم كاع باش يضغطوا ويخرجوا أكثر عدد منا وتجروا في خيوط اللعبة الجزائرية. وهكا تحققت الرغبة ديال الجزائر بواحد العدد قليل، الشي اللي خلانا نحسوا براسنا كاع ماشي مهم من عند الوفد المغربي، الوفد اللي مكلف بالمفاوضة على تبادل الأسرى مع الجزائريين. إوا استمرت الفترة ديال الحبس في يدين الجزائر والبوليزاريو، ولكن الحالة ديالنا ديك الساعة كانت كتحسن شوية من 1977 ل 1980. كنا في الأول ساكنين غير في حفاري على شكل بيوتة حفرناها راسنا في الأرض، وموراها سكنونا في بيوتة بلا سقف. وفي 1983 قدر الرقيب محفوظ من الفوج ديال الهندسة العسكرية قدر يبني لهم برج ديال المراقبة في مركز الرابوني، فيه واحد القبة الفوق مبنية بالطوب. وهذا النوع ديال البنية عجب الجزائريين حيث ما كانش كيحتاج للعميد ديال الخشب ولا يتغطى باللواح ديال القصدير، وعطوا أوامر لكاع الرؤساء ديال المراكز اللي كانت خاصة بالأسرة، عطوهم أوامر باش يبنيو بيوتا مدورين ويكون السقف ديالها على شكل قبات وتكون مغطية بفراش رقيق من السيمة باش يحميو الطوب في حالة لو وقع شي رعد ولا شتا. تبدل الشكل في المعسكرات ديال الأسرة كامل، وقدروا المساجين يتخباو تحت السقف من 1987 في المراكز ديال الرابوني و 9 يونيو، ولكن البيوت ديالنا بقاو مسقفين غير بالقصدير اللي محطوطين فوق واحد العمايد ديال الخشب مرقعين. في 1987 طلبنا من القائد ديال المركز والملازم الأسير اللي كان مكلف بالإذاعة، طلبنا منهم يسمعونا في داك البوق شي أغاني مغربية. داك البوق اللي كان موالف كيطلق شي أصوات قاع ما كتعجبنا، هاد المرات تجمعنا تحتو باش نسمعو لجوج أغاني مغنياهم مرا. الصوت ديالها ما قدر يعرفو حتى واحد في المجموعة، ولكن وصل الإحساس ديالها لكاع القلوب المضمرة ديال الأسرة. شي وحدين فينا قدروا يحفظوا شوية من دوك الأغنيات بجوج، وجلسوا كيعاودوها لينا في البيت. ما عرفناش بلي ديك المغنية كانت سميتها نجاة عتاب، وحتى دازت شي 4 سنين ولا 5 سنين. كان الملازم حضاري كيقرر شي رجال ديال البوليزاريو اللي كانوا خدامين في البلايص اللي كيوقفوا فيهم الأسرى ملي كيجيو الصحافة، وكان واحد فيهم من الشباب سميتو الضويبيط، عطاه راديو قديم باش يصايبو. صايبناه وخليناه عندنا شي ايامات باش نقدروا نتصنتو فيه بالتخبيه للاخبار. ملي عرفنا الضويبيط باللي كنقدروا نصايبو الراديوات، بقى كل مره كيجيب لينا راديو ولا جوج باش نصايبوه، وهكا كان عندنا فين نتصنتو الاخبار. كنا متبعين الراديو ديال فرنسا العالمية مع 12:30 ومع 5:30 ديال العشية. واحد النهار في الصيف ديال 1986 جا القايد ديال المركز يقرأ علينا واحد الليستة جديدة كانوا فيها السماوات ديال شي وحدين من المجموعة ديالنا واللي كانت الرتبة العسكرية ديالهم قل ولا قد الرتبة ديال المرشح. هادو داوهم للنخيلة باش يخدموا. صحابنا ديما كانوا كيمشيو لديك الفيرما باش يكربلو ويزرعو ويسقيو ديك البلاصة اللي كان فيها شي 10 القطارات تقريبا. كانوا كيرتاحوا مع 10 الصباح باش يشربوا اتاي، وشي مرات ملي كيرجعوا في العشية كيجيبوا معاهم شوية ديال الخضرة باش نقادوا الماكلة ديال العشاء. وفي الأول ديال 1987 تحولت المجموعة اللي خدامة في الفلاحة لبلاصة الهلال، يعني الهلال الأحمر. كان هاد الهلال على شكل محطة كبيرة كيجيو ليها الكميوات الجزائرية الكبيرة وكيخويو تما المواد الغذائية بحال الدقيق، الروز، العدس، اللوبيا، البيض، الزيت، السكر، أتاي، والمعلبات ديال اللحم والحوت، وحتى البوطات ديال الغاز. وفي الاخر ديال كل شهر
كيجيو كميوات اخرين باش يعمروا شويه من ديك السلعه يفرقوها على السكان ديال مخيمات اللاجئين. اما المقاتلين فكانت عندهم محطات خاصه ديال المؤونه فيها السلعه المخيره، السلعه الزوينه هي اللي كتمشي تما، والمراكز ديالهم معروفه بشي سميات بحال التموين والتمر وسعيد. وكانوا الاسرى اللي مكلفين بالخدمه في دوك المراكز كانت حالتهم مكرفصه اكثر منا، حيت المراكز ديالهم بعيده على المركز ديال الرابوني، وكان عندهم واحد القانون خاص، ما كانوش كيقدروا يخرجوا من دوك المراكز الا الى ماتوا ولا جا شي افراج. وملي كان شي واحد كيمرض كيداويه غير الفرملي ديال المركز، ويا اما يبرا ولا ديريكت للقبر. والجزائريين اختاروا المسؤولين ديال دوك المراكز مزيان، كان القلب ديالهم قاصح، وكان واحد في دوك المجرمين مكنيين عليه الأسرة أراش كلو، مكنيين عليه ديك الكنية بسبب سنانه اللي كانت مفرقة في فمه بحال ديك العيبة اللي كنترو بها المسامر من الخشب. كان المسؤول على الأمن العسكري كيعيط لهادوك اللي عندهم الرتبة ديال المرشح باش يمشي ويخدموا، وتعمد يخلي اللائحة مفتوحة قدام المسؤولين ديال المركز باش كل نهار يزيدوا عيطوا على شي سمية ديال شي ملازم اخر ويمشي حتى هو لشي وحدة من دوك الورشات. يعني انا نوبتي جاية جاية، وكان بزز مني نخدم حيت عند بالهم بلي انا ماشي نقيب، النقيب هو اللي كيكون معفي. خدمت مع اخوتي في السلاح ملازمين وضباط الصف، خوينا بزاف ديال الكاميوات من الخناشي والصنادق ديال 50 كيلو، وشي مرات كيكونوا شي خناشي فيهم 100 كيلو، كنا كنخويوهم في ديك البلاصه اللي سميتها الهلال. كانت السلعه اللي كتجي من الدول المتقدمه كتجي في خناشي وصنادق ديال 50 كيلو، ولكن تركيا والهند كانوا كيصيفطوا داك الشيء في خناشي ديال 100 كيلو. هاد الدول الناميه ما كانوش كيفكروا في دوك الناس اللي غينزلوا ديك السلعه اللي معمرينها في خناشي ديال قنطار. كنا كنخدموا في المخازن ديال القمح والعدس والفول الهندي ولا التركي، وقليل فينا اللي كان كيقدر يهز قنطار فوق ظهره. كان هذاك اللي كيهز الخناشي ديال القنطار رجليه كيبقاو يترعدوا بقوه الثقل، وحتى انا كان كيوقع لي بحالو. كنا كنخدموا فوق الجهد ديالنا، ما كانش العدس ولا شي مرات بواطه ديال السردين الجوج مساجن في الهلال، هادو ما كانوش كيكفيونا باش يكون فينا داك الجهد اللي غيخلينا نصبروا بها على ديك تماره ديال 12 ساعه في النهار. كنا كنعمروا ونخويو الاطنان ديال المعلبات بلا ما نقيسوا حتى حاجه فيها، الحراس والمسؤول ديال الهلال كيوقفوا لينا على راسنا باش ما نقيسوا حتى حاجه، وهذا الشيء هو اللي خلانا نفكروا نسرقوا باش ناكلوا. كنا كناكلوا حنا وكنديو لصحابنا اللي ما خدامينش معانا حتى هما ياكلوا، كانت السرقه ضروريه في بحال هاد الحالات، ولكن ما كانش اي واحد يقدر يسرق، خاصك تكون كتزعم وخفيف وقافز. انا كنت كنحقر راسي وكنحس بتانيب الضمير حيت ما كنقدرش نزعم ونسرق من العدو شي حاجه اللي نحسن بها الماكله ديالي، واخا تكون غير بواطه ديال شي حاجه من دوك الالاف ديال البواطات اللي كنفرغوهم. كنا كنخليو توصل الوقت ديال القيلوله وندخلوا شي واحد من دوك المخازن من السرجم، وكنخرجوا هازين صندوق ديال اتاي الخضر ولا جوج صنادق ديال بواطات السردين، وكندفنوها في التراب باش نبقاو نديو منها شويه شويه لفين ساكنين. كنا كنغامروا في هاد العمليه حيت الحراس ديما كيفتشونا في كل عشيه ملي كنبغيو نطلعوا للكاميوات اللي كيردونا للرابوني ملي كنساليو الخدمه. كنا كنديرو بواطه ولا جوج ديال السردين لتحت في الاجهزه التناسليه ديالنا، ولكن مع الوقت عاقوا البوليزاريو بهاد الحيله، ومن ديك الوقيته ولاو الحراس تيدوزو يديهم بمفخاضنا باش يقلبوا على شي حاجه خبيناها. ولكن الطريقه اللي ما قدروش يعيقوا بها البوليزاريو ودوزنا منها شحال من حاجه سرقناها، وهما دوك البوديزات ديال الماء ديال البلاستيك كتهز 5 لتر، كان كل واحد فينا عنده بوديزة ديالو، وباش يبقى لنا فيها الماء بارد كنا كنغطيوها بواحد التوب كيبقى فازق النهار كامل،
كانت هذه هي الحيلة اللي دوزناها على البوليزاريو صدقات لينا. صنعنا لدوك البوديزات القاع الأول والقاع الثاني، كنا كنقسموا البوديزة من العرض على جوج وكنلصقوا قاع جديد بالزفت على الطرف الفوقاني اللي كنعمروه بالماء وكنحطوه فوق الطرف التحتاني اللي كيكون عامر بالسلعة اللي شفرنا، وفي الاخر كنخيطوا داك التوب الفازق على البوديزة كاملة باش يبقى الماء بارد وتبان بحال شي بوديزة عادية في يد الأسير اللي كان كيدوز من الصف ديال التفتيش. وهكا كنا كنسرقوا على خاطرنا وكندوزوها على عينين الحراس وحنا مرتاحين. كنا كنبقاو شي مرات في الخدمة حتى المور المغرب، كنبقاو كنعمرو في السلعة في الكاميوات ديال المرسيدس ديال 10 طن، وعرفنا من بعد بلي ديك السلعة كانت كتمشي لمالي وموريتانيا باش تتباع. شي مرات كنا كنضربو تمارة بزاف باش نخويو الديبوات ديال الهلال من السلعة المكدسة وكنخليو فيها شي حاجة قليلة ديال السلعة من شي دولة معينة، حيت كانت شي لجنة مهمة كتبغي تجي تراقب السلعة ديال الدولة ديالهم عند البوليزاريو. كانوا المسؤولين ديال الهلال كيديو الأعضاء ديال ديك اللجنة للديبوات اللي تقريبا خاوية باش يوريوهم شوية من السلعة ديال الماكلة اللي عند البوليزاريو ويقولوا لهم بلي الشعب الصحراوي ما يقدرش يعيش بلا الخير ديالهم، يعني صيفطونا غير صيفطونا. هكا كيبان كيفاش كيستغلوا المسؤولين ديال الجزائر البوليزاريو باش يأطروا على الزوار ويحركوا لهم العاطفة. حنا المساجن كانوا كيبعدون على ديك المنطقة ديال الهلال ملي كيجي داك الوفد، وكانت فرقة من العسكر ديال البوليزاريو هي اللي كتكلف بديك المهمة وكيديروا راسهم هما اللي خدامين في الهلال داك النهار. الزوار الأوروبيين ما كانوش عارفين باللي كنا خدامين 12 ساعة في النهار وكتر من سيمانة باش نخويو الديبوات ديال الهلال من الآلاف ديال الأطنان ديال السلعة. وديريكت مور ما كيمشيو دوك الأوروبيين كنا كنضربو تمارة أخرى باش نرجعو ديك السلعة لبلاصتها ونكدسوها كما كانت قبل. كانوا الزيارات ديال وفود البلدان الغنية كدير لنا غي تمارة، كدير لنا واحد تمارة كبيرة. السلعة اللي كتجي من عند المنظمة الدولية والبلدان الغنية للبوليزاريو كتجي في الباطوات المرصة ديال الجزائر ووهران، وكانوا كيتكلفوا شي كاميوات جزائرية كبيرة كيتكلفوا باش يوصلوا واحد شوية منها لتندوف. وملي كيوصلوا دوك القوافل للهلال كنا كنمشيو باش نخويوهم، وكانوا الشوافرية ديال دوك الكاميوات كيعطيونا بالتخبية شي باكيات ديال الكارو والقهوة وكيوصيونا نقولوا للمسؤولين ديال البوليزاريو بلي خوينا 20 طن ديال السلعة من كل كاميو، وحنا في الحقيقة كنا كنخويو قل من داك الشي. كانوا دوك الشوافرية كيبيعوا واحد الجزء من ديك السلعة في الطريق ديالهم لتندوف، وكانوا هاد المحاولات ديالهم كينجحوا حيت الحراس ديال البوليزاريو ما كيديوهاش بالكمية ديال السلعة اللي كتفرغ. كانوا حاضيننا غير حنا، خاصهم يشطحونا ويخرجوها منا في الخدمة. هاد العملية ديال النقل خلات بزاف ديال الشيافر الجزائريين يوليو لاباس عليهم. كانوا الدول والجمعيات والمنظمات الدولية بحال المنظمة الدولية ديال غوث اللاجئين كانت كتعطي للبوليزاريو بزاف ديال المؤونة، وكانت كتقسم على الجيوبة ديال شي ضباط جزائريين والشوافرية والمسؤولين ديال البوليزاريو. كان واحد الجزء كبير من دوك المساعدات كيغبروا في المرصة ديال الجزائر ووهران، جزء كيسرقوه الضباط الجزائريين، وجزء اخر كيبيعوه الشيافرية ديال الكاميوات، وجزء اخر كيتباع في دول الساحل والصحراء. كانت كتبقى غير شوية ديال المؤونة، وحتى داك شوية كيتفرق على السكان ديال المخيمات بالمحسوبية والزبونية، كاين لا مساواة لا استحمص. الدراري ديال مدرسة 12 اكتوبر كانوا كيديو لهم واحد الجزء كبر من داك الجزء اللي كيديوه السكان ديال المخيمات مساكن. هاد السكان كانوا كيفوتونا حنا الاسرى غير بشي حاجة قليلة. كانوا العيالات ديال المخيمات كيشاركوا في واحد المجموعة سموها التنظيم، كيخدموا فيها باش يعاونوا العائلات ديالهم. العيالات ديال التنظيم كانوا كيديو واحد الزيادة قليلة من المواد الغذائية مقابل الخدمة اللي كيفرضوها عليهم المسؤولين ديال المخيم. كانوا كيقابلوا الضياف الأجانب كيخدموهم،
كيمشيو بالنهار وبالليل للخيام اللي كانوا ساكنين فيهم دوك الضياف، وكيصيفطوهم حتى للجبهه ديال القتال باش يرفعوا من المعنويات ديال المقاتلين. الحق ديال المقاتل مهاد السلعه كان كبير شويه باش يحمسوه مزيان، خصوصا وانه القتال رجع في 1987، رجع على طول الحزام الجنوبي اللي كان المغرب بدا يكبر فيه باش يأمن تيريس الغربيه. كان المغرب في ديك الفتره سهل البني ديال الحزام على طول الحدود المغربيه الجزائريه. بالنسبه لينا حنا الاسرى كان هذا الخبر زوين بزاف، حيت الهريب ولا ممكن من مركز الرابوني اللي بعيد غيب شي 75 كيلومتر من الحيط ديال الحريه، اللي كانوا قادين يتمشوا بالسرعه ديال 8 كيلومتر في الساعه لمده ديال 10 السوايع كان عندهم الامل يوصلوا للخطوط ديالنا الاماميه، ولكن هذا الشيء ما يمكنش يتنفذ الا في الليالي ديال الشتاء الطويله. كلنا كنا كنستناو الفرصه تجي، وبداو الضباط وضباط الصف واللي كانوا صحاح كيترينيو وكيديروا الرياضه باش يوجدوا راسهم للهروب. مور التداريب الكثيره واللي حتى انا كنقدر نجري 30 دقيقه، كنت عارف بلي راني مازال بعيد باش نقدر نوصل للحزام بالحساب اللي درنا، ولكن كنت كنحس بلي قدر نتحسن شويه شويه باش نكون موجود في نوفمبر ولا دجنبر 1987. ديما كنت كنحلم نهرب وكندعي الله ما يقيسنيش شي مرض في داك الصيف. كنا كنعانيو من الحراره القاصحه بحال ديما، وفي واحد الليله كانت الجماعه قدام المدخل ديال بيتنا كيستمتعوا بالبروده ديال الجو اللي كان ديك الليله، وكان السكوات والكالم، السكوات ديال الرجال كتجمعهم المعاناه، حتى كنسمعوا واحد الطفرقيعه بالجهد طاح السقف ديال واحد من البيوت اللي كنا ساكنين فيهم. تهرسوا العمايد المرقعين اللي كانوا هزين السقف بسبب التقل ديال داك القصدير والحجر الكبير اللي كان فوقهم، كانوا كيحطوهم فوقهم باش ما يطيروش دوك القزادر بالريح. والحمد لله حيت كانت ماغي واحد الاسير وقدر يهرب ويعتق راسو من بزاف ديال التقل اللي طاح مع القصدير. جا واحد النقيب من الجيش الجزائري باش يشوف داكشي اللي راب، وعطى التعليمات ديالو للمسؤولين في الرابوني باش يخدمونا عاود تاني باش نعاودو البني. ولكن هاد المره غنبنيو 4 البيوت عوض جوج باش السقف ما يتقلش على جهه وحده ويكون متين شويه. الحزام الامني المغربي حبس الجزائريين والبوليزاريو، ما بقاوش كيضربوا البلدات ديال الصحراء بالمدافع ديال الهاوند، وهذا الشيء مرض السلطات الجزائريه. عيطوا على الرواسه والكوبيين باش يلقاو لهم شي طريقه يخترقوا بهذاك الحزام. الجزائر كانت باغيه ترجع للحرب عاود تاني باش يبقى المشكل ديال الصحراء من بين النقط السخونه في العالم. اقترحوا الاختصاصيين يستعملوا بزاف ديال الدبابات بي ام بي و تي 55، هكا يقدروا يديروا الطريق في الحزام الامني. وفعلا قدر البوليزاريو يفوتوا الحيط ديال الرمل في بزاف ديال المناسبات، ورجعوا من تما بالعتاد والاسرع عاود تاني. دوك الضباط اللي تشدوا وجابوهم جداد طمنونا باللي الاحوال ديال بلادنا والقوات المسلحه الملكيه كتحسن شويه شويه، ولكن اكدوا لنا باللي المستوى ديالهم لحد الان مازال ما كافيش باش يواجهوا العدو اللي كان مجهز ومدرب مزيان. نقيب حنين والملازمين بوتكيوت وايد جلالي اللي تشدوا في 1987 في 3 العمليات مختلفه في المنطقه ديال ام دريكا، تعزلوا للمدة ديال 20 يوم وجابوهم لعندنا. كحزنا فراشنا ولصقناهم على بعضياتهم باش نديروا البلاصة لثلاثة ديال الأسرى أخرين. وجدنا لهم أتاي واستقبلناهم وتمنينا لهم مقام زوين بيناتنا والصحة باش يبقاو حيين حتى يفرجها سيدي ربي شي نهار. في الصيف ديال 1987 هجم العدو بزاف ديال الدبابات وقدروا البوليزاريو يفوتوا الحزام الامني، وهذا الشيء ما عجبش للمغرب. بقات المنطقه ديال تيشلا وام دريكا هي اسخن نقطه في الصحراء. المغرب كان خاصو يلقى شي طريقه باش يتعرض بها للعدو بعيد على الجدار الامني. في ديك الوقيته انا كان ظهري كيحرقني بزاف بسبب التقل في الهلال،
كان فيا الحريق بحال اللي كيضربني الضوء وكيشل اليديه اللي سرية. بديت كنتمشى على عكاز ومراها بشوية وليت كنخدم جوج عكاكز، وشي مرات كنشد الفراش للمدة ديال شهر بلا ما نقدر نتحرك. كان فيا الحريق بزاف، وحتى الدكتور اسف سامسكين كان كيتألم معايا حيت ما عندوش الدواء يداويني بيه. ملي كنبغي نوض نتحرك شوية بلا عكاز، كان المجرم ديال مبارك ميلي كيستغل الفرصة وكيصيفطني نخدم في الهلال بالسيف عليا. يمكن كان حساب له كان قولبو. وملي كنمشي لتما غير كنبدا نهز تقول كيرجع الحريق وكيرجع معاه النعاس في الفراش. قال لي الطبيب بلي عندي المشكل في شي عصبة في الفقرات ديال السلسول العمود الفقري، وكان كل مرة كيدير طلب باش يجيبوا ليه الدواء ولا يديني للسبيطار، ولكن ما كيسمع له حتى واحد. الطلبات ديال الدكتور ما كانت كتهم لا القيد ديال المركز والدهنية ولا النائب ديالو بالتاح. من الاخر ديال شوتنبير ما بقاو صيفطوني للهلال، ولكن بدلوها بالفيرما ديال النخيلة. صيفطوني باش نقي خيزو من الربيع والحشرات اللي كيفسدوا الغلة. كانوا شي تقنيين قوريين خدامين حدا دوك البلايص كيصايبوا المخازن الكبيرة لواحد المشروع. داك المشروع غيربيو فيه الدجاج، وكانوا الحراس ديك الساعة رادين لينا البال مزيان باش ما تلاقاوش مع دوك القوريين. كانوا دوك التقنيين ضايرين بهم الحيوطة العالية ديال المخازن، وملي كيجي شي وفد من الزوار البرانيين للفيرما كانوا الحراس كيجمعونا بالزربة وكيديونا ثلاثة البيبان ديال الحديد فوق واحد الارض مايلة فحال شي عقبة. كيحلوا لينا البيبان وكندخلوا كنلقاو راسنا في بيوت طوال على شكل انفاق واسعين، كل حفرة ممكن تهز 50 واحد. كيخبيونا البوليزاريو تحت الارض وكيجيبوا شي معاقين تحيدات ليهم شي يد ولا رجل في الحرب، وكيحطوهم فوق الارض ديال ديك الفيرما باش ملي يجيو دوك الزوار غير حساب ليهم باللي هادو هما اللي خدامين كيف الحتمه، وهادو كانوا كيفكوهم غير الاسرى باش ما يبولوش في سراولهم. وللاسف بزاف ديال الاوروبيين كان كيحساب ليهم باللي دوك المعطوبين هما اللي كانوا مقابلين الخضره ديال ديك الفيرما، وما كانوش عارفين باللي الرجال اللي فعلا كانوا كيزرعوا الحياه في داك الربيع محبوسين تحت العقبه ورا البيبان ديال الحديد اللي كاينه قدامهم. غير كيمشيو دوك الزوار البرانيين كيجيو الحراس يحلوا علينا البيبان باش نمشيو نكملوا الخدمه اللي بديناها في الصباح. كانت خدمتي هي نحيد الربيع اللي مزاحم خيزو، يعني كان خاصني نبقى الوقت كامل محني، وهذا الشيء هو اللي كينوض عليا الحريق في ظهري عاوتاني. الطبيب اسف دبر ليا فشي دواء كيكالمي الحريق، اندوميتاسين، وكنت كنشرب منه بزاف باش نطفي العافيه اللي شعل ليا في ظهري بالحريق. في 16 اكتوبر 1987 خدم معنا الملازم استاتي في النخيله، وملي رجعنا للمركز تسنى حتى طاح الظلام وخرج من البلاصه اللي ساكنين فيها وبقى كيتخرط من البلايص المظلمين باش يهرب من المعسكر. مور ساعه من داكشي كانوا الضباط كاملين عارفين شنو واقع، وكانت فرصه منحوسه لواحد فينا ما كيعرفش كيفاش يتحكم في الخوف ديالو ويولي برقاق مدلول. خلى هداك الخوف اللي قاسو ينوض باش يعيط على القايد ديال الحراسه ويقول ليه بلي صاحبنا هرب، ولكن حبسناه ما خليناش يمشي من جهة الباب منين كنخرجوا. انا نعست مزيان ديك الليله، كنت فرحان حيت واحد فينا رشاد الطريق للمغرب، وتمنيت كون كانوا معاه كاع اللي قادين يتمشاو ويجريو، ولكن مادام هو اختار يغامر بوحدو دعيت ربي يسهل عليه. في الصباح حسبنا مبارك ميلي وعرف بلي صاحبنا هرب، كان غير حماق بالعصاب. مشى بالزربة قالها للقايد ديال المركز بالتاح، وجاب الرد فينا الفقعة بالسبان قبل ما يمشي يقولها للرؤساء ديالو. بزز علينا داك المجرم، نبقاو جالسين مصافين 5-5 حتى يوصل علي خو ابراهيم غالي. وملي جا عطانا امر نعسو على كروشنا في الارض، وما كنا قادين تلفتو لليمن ولا لليسر، كنا خايفين من التعذيب.
قرب عند النقيب اليوسي وقال ليه هز راسه وعطاه واحد البونية تنفخات ليه شنافتو ديريكت وبقدم كيسيل من فمه فوق التراب. خلنا المجرم مسرحين تما حتى العشية وفي التالي أمرنا باش نمشيو لبيوتنا ونبقاو فيها. مع الربعة ديال العشية خرجونا عاود تاني وخلونا مسرحين. كان كل شوية كيجي مبارك ميلي والعساسة ديالو باش يسبونا حتى جاب التاحي تكلف بينا قبل ما تغرب الشمس. في الوقت اللي كيرجعوا فيه الكاميوات جايبين الأسرة من كاع الورشات ديال الخدمة شد الجنود ديالنا وصافهم شي 500 متر قدامنا وقال لنا نصلو حوايجنا ونخليو غي سليب باش يشوهنا مزيان وقال لنا نزحفو قدامهم غاديين جايين في داك الصف. زحفنا تقريبا كيلومتر واحد على ديك الأرض اللي كانت محجرة والجنود ديالنا كيتفرجوا فينا. كان بارك والحراس ديالو كيتناوبوا علينا بالمشحاطة. جاو فيا بزاف ديال الشحطات بالسلك ديال الضو وحتى صحابي خداو حقهم. ملي سالت هاد المهزلة والعقاب جا مسؤول من المخابرات ديال البوليزاريو وعيط على واحد الضابط وعنقو وتمشاو هو وياه بعدو علينا. كانوا كيهضروا مع بعضياتهم ولكن حتى واحد فينا ما قدر يسمع شنو قالوا. نفس السيناريو عاودوا داك المسؤول مع عارف اول كان معانا. جا عندنا واختار واحد الجوج بوحدهم يلبسوا حوايجهم واللي بقى دخلونا عريانين لواحد القاعة كبيرة. بقينا مكدسين تما واحد الساعة قبل ما يخرجونا عاود تاني من جديد ويقدموا لنا الملازم أستاتي. ديك الإهانة كاملة والمعاملة الخايبة اللي تعاملنا بها النهار كامل كنت متحملها بشكل عادي حيث كنت كنتمنى من قلبي يكون الملازم مشى للمغرب. ولكن ملي شتو بيناتنا تصدمت وتعصبت بزاف حيت تحملت داك العذاب كامل على والو. يعني ضيعنا فرصة نادرة باش يهربوا هادوك اللي كانوا قادين يتمشوا مزيان 10 السوايع. من نهار وقعت ديك المحاولة الفاشلة زادوا البوليزاري والحراسة باش ما يعاودش يهرب ليهم شي واحد مرة أخرى. حتى ظلام الحال عاد خلانا القايد ديال المركز نمشيو لبيوتنا وتحبس أستاتي في واحد الزنزانة حاصرة ما كانش كيقدر يجلس فيها من غير إلا كان مقفز. يومين مور ديك المحاولة دخل نقيب جزائري لبيوتنا وقلب الدنيا مزيان ما قال لنا حتى كلمة وخرج. والغد ليه داك الشارف ديال مبارك ميلي دا الفرقة ديال الأسرة البناية الفين حدو الموقع ديال واحد المعسكر صغير فيه 40 متر على 30 وبدات الخدمة والبني ديال الحيوط وبيوت على شكل قبات. استنطقوا أستاتي شيامات وداوه يخدم في المعسكر جديد. كان كيخدم في المعسكر بالنهار وكيرجع بالليل ينعس وراسو بين ركابيه في ديك الزنزانة الحاصرة. ما خلوه يرجع معانا حتى دوز شهر كامل ديال العزلة تما وعاود لينا كيفاش فشل في الهريب ديالو. تمشى شي كيلومترات زايدين على المسافة اللي كتفصل بينه وبين الحزام حيت مال الشمال كتر من الغرب. كانت خيبة أمل كبيرة ليه ولينا كاملين. تعرضت ليه واحد دورية جزائرية كانت في طوموبيل لاندروفر وكان ديك الساعة بقات له غير شي 10 كيلومتر باش يوصل للحزام الرملي. شدوا الرقيب اللي في الجيش الجزائري وقالها للرئيس ديالو وكتفوا أستاتي وداوه لتندوف واستنطقوه مزيان بالعنف قبل ما يديوه للبوليزاريو. ناض عليا الحريق ديال الظهر عاود تاني وبدا كيضرني بزاف. كنت كندوز الليالي في العذاب حيت الدواء ما بقاش في السبيطار والجو اللي كان بيناتنا كان مسموم. هادوك اللي كانوا خدامين من ضباط الصف الطيارين والمرشحين والملازمين كانوا كيرجعوا في العشية محطمين بالعيا وكانوا شي وحدين فيهم كيردوا اللوم على النقباء اللي ما كانوش كيخدموا. كانوا باغيين كل شي يخدموا كل شي يعاني. داك الزحام اللي كان عندنا خلى شي وحدين عقولهم صغار ما بقاوش كيحترموا السلم العسكري.
واحد المرة شي واحد من صحابنا سرقوا جوج قنيات من الحراس ديال الهلال، ذكر صغير ونتوى، درنا ليهم فين يسكنوا على شكل صندوق قدام بيتنا، كان كل شي كيلعب معاهم ومفشينهم. سمينا الذكر الصغير بتيتيح، هي صغير سميت بالتاح القايد ديال المركز. واحد النهار بدات نتوى ديال القنية كتستفز الذكر بزاف، حيت كانت في المرحلة ديال التزاوج، ما هياتش كاع مسكينة من أنها تبين الخز باللي بغات دير العملية ديال التزاوج، كانت كدير كاع اللي في جهدها باش تفيق الغريزة عند الخز، ولكن بتيتي حكم مازال صغير وكاع ما تفاعل معاها، مازال كان خاصو شوية ديال الوقت باش يدير معاها الواجب ديالو كذكر. بقاو صحابنا كيسبو في داك الخز الصغير وكيقولوا عليه فاشل، على ما بان ليا كانوا باغيين يكونوا في بلاصه بتيتيح باش يلبيو الرغبه ديال النتوى، واخا كانوا غيساليوها في التالي فوق العافيه باش يطيبوا ويتغداو بهم في شي غدا معتبر. الغياب ديال النساء في حياتنا كان عندها تاثير كبير على التوازن النفسي والبسيكولوجي ديالنا، كنا كنفكروا في مراواتنا حتى هما اللي غيكونوا كيعانيوا من نفس المشكل. أمور الملازم أيت الجلالي شدوا الملازم علي ملال في عملية كبيرة قدروا البوليزاريو يخترقوا فيها الحزام الأمني حدا أم دريكا، وبحال ديما كتزعزع المعنويات ديالنا حيت ما كناش كنقبلوا نشوفوا العشرات من الأسرى جايبينهم كل مرة. في الصيف ديال 1988 رحلنا للمعسكر الجديد اللي تبنى خصيصا للضباط، ولات عندنا عاود تاني مساحة كافية باش نتحركوا فيها مرتاحين شوية. كان هذا المعسكر فيه 13 بيت دائريين على شكل قبة، واحد فيهم تخصص للمطبخ الجماعي. فرقونا على دوك البيوتة وبقينا احنا كنتفقوا على شكون يسكن مع شكون باش نتفاداو الاحتكاكات بيناتنا. بالنسبة لي انا كنت في البيت مع النقيب الزكاوي والمرشح ايت الجلالي. في الصيف كانت المساحة كافية وكنعسو برا تحت السماء، وهذا الشيء خلانا نلقاو الحل الحرارة القاصحة اللي كانت كتخزنها البيوتة وكتولي بحال شي فران حامي. كانوا الضباط اللي خدامين في الهلال كيرجعوا في العشية هزين معاهم شي حاجة من الروز والحليب غبرة والسكر، وكنا كناكلو حتى نشبعو، وتحسنات شوية حالتنا في الصراحة. بدينا كنطيبو ماكلتنا لراسنا، وكنقليو الخبز في الزيت، وكان عندنا اتاي والسكر، كنا كنشربو منه جوج كيسان لجوج مرات في النهار. فرحنا بزاف مقارنه مع حالتنا اللي كانت قبل. وباش نلقاو الحل البوطه مشى الملازم حضري لشي وحده في الورشات ديال الميكانيك العامه، وكانت تما الماتريال ديال الصدور، وصنع بوطات صغار ديال الغاز من القراعي ديال الحديد اللي كيكون فيها الزيت ديال الفران، تحيدوا من الطوموبيلات اللي ما بقاوش صالحين. كنا في الهلال كنعمروا دوك البوطات المزورين من الغاز، وكنهزوا وحده كبيره حقيقيه كنخويوها في 3 ولا 4 من دوك القراعي اللي كنصنعوا. كنا كنغامروا بزاف في هذه العمليه، ووقعوا شي حوادث كانت خطيره. كنا عارفين الخطر ديال الغاز، وحنا كنا كنتعاملوا معاه بحال الماء، ولكن ما كانش عندنا شي حل خرم غير هذا. داك الوقت اللي كنستناو باش ندبروا بوطات حقيقيه كان ضروري خاصنا نغامروا بالبلاصه اللي عايشين فيها، حيت قدرت تشعل فيها العافيه في اي لحظه. في الاخر ديال عام 1988 بدات الخدمه كتنشط في التربيه ديال الدجاج في النخيله، ولات عندنا قمه الكرم اللي ولينا كناخذوا 3 البيضات كل شهر. كان الفقيه الراجل الصحيح عند البوليزاريو كياخد يوميا بزاف ديال البيض، وشي مرات كان كيكرم النقباء بشوية ديال البيض. أنا كانوا حاسبيني مع الملازمين وما كانش كيعطيني البيض. كان هاد الفقيه كيأدي الجنود والضباط بزاف إلا النقباء، كان كيتقرب منهم حيت باغيهم يحميوه في حالتي لرجعنا للمغرب. كان كيسافط لهم على الأقل مرة في الشهر
قفة فيها آتاي والسكر والمصبرات والقهوة وشي سلعة أخرى كيصيفطها للنقباء باش يقسموها بيناتهم. وبالقدر اللي كان الفقيه سخي وكريم مع النقباء كان قبيح وعصبة مع الجنود الآخرين. ما كانش كيحشم للدرجة اللي كيستغل بها الجنود ديالنا. وصلت به الجرأة يسب الطبيب حيت دخل شي أسير مريض للسبيطار. ما كراش قاع الأسرى يمشي ويخدمو. وكانت الرغبة ديالو غالبا كتحقق حيت كيجي معاه الكاتب العام ديال البوليزاري وحتى الضباط الجزائريين. هاد الشيطان فوق الأرض أدى بزاف الأسرى المغاربة. غتلقاو الجزء 18 من هاد الأجزاء اليومية على قناة زاوية أخرى. بسلامة.